معنا من باريس لمناقشة ما يجري والموقف الفرنسي عموما الجنرال دومينيك ترانكون القائد السابق للبعثة الفرنسية في الأمم المتحدة. جنرال ترانكون، مزيد من الأخبار السيئة لفرنسا بعد انقلاب بوركينا فاسو ومالي، انقلابين في كل بلد، والنيجر، اليوم الجابون. ماذا ستفعل باريس؟ أو ماذا بوسعها أن تفعل؟ بداية شكرا على الاستضافة. ينبغي القول بأن الأوضاع غير متشابهة ما بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر. بالنسبة لمالي وبوركينا فاسو لديهم الكثير مع المشاكل مع الجماعات الجهادية، بالنسبة للنيجر والجابون فالوضع مختلف. في النيجر يتعلق الأمر بحكومة منتخبة بطريقة مشروعة، وتعرضت هذه الحكومة لانقلاب لأن جنرال لم يرق له ذلك وجمع حوله جنرالات أخرى. بالنسبة للجابون هناك انتخابات عقدت للتو وهناك احتجاج بخصوص هذه الانتخابات، وبعد ذلك تدخل العسكر وقاموا بإلغاء نتائج هذه الانتخابات. خلال الانتخابات السابقة عمر بونغو رئيس الجابوني كانت لديه مجموعة من الصعوبات، وكان هناك بالتأكيد في ذلك الوقت أيضا ضحايا في العاصمة. الآن بعد الإعلان على نتائج الانتخابات فرأينا ما حدث. كل القوات الأمنية، لا يتعلق الأمر فقط بالحرس الجمهوري، لكن كل القوات الأمنية والدرك، كل هذه القوات اجتمعت على كلمة واحدة من أجل رفض نتائج الانتخابات. السؤال الذي يطرح الآن، هذا الانتقال سيقودنا نحو ماذا؟ هل سنرى انتخابات أخرى أو أشياء أخرى مختلفة؟ وهل سنرى انقلابا مؤقتا سيتحول إلى انقلاب يمتد لسنوات؟ الجابون والنيجر بلدان يعانيان من الكثير. في النيجر هناك مشكل مع الجماعات الجهادية، لكن الجابون بلد غني، لديهم المنغنيز والنفط والغاز والكثير من الموارد الطبيعية. نعم، ولكن سيد ترانكون، عدوى الانقلابات أو أثر الدومينو ينتشر في المنطقة كما تلاحظ في وسط أفريقيا وغربها، وهذا كله يشكل بحسب ما يرى كثيرون ضربة للمصالح الفرنسية. لا يخفى على الجميع أن هناك نفسا معاديا لفرنسا يخرج في كل الدول التي تشهد انقلابات. كان سؤالي، ماذا برأيك، ما هي الخيارات الفرنسية إزاء ما يجري في مناطق نفوذ تقليدية لباريس؟ نعم، في الجابون ليست هناك أي مشاعر عداء ضد فرنسا، لم نرى حرق علامة فرنسية، لكن الجابون طبعا مستعمرة فرنسية سابقة وفي بلدان أخرى. نعم، هناك عدوان ضد فرنسا أو عداء لفرنسا. في النيجر مثلا، بلد يضم 25 مليون نسمة والعاصمة نيامي، كانت دائما معارضة لحكم الرئيس محمد بازوم، والانقلابيون استقروا في العاصمة واستخدموا هذا العداء ضد فرنسا من أجل تغذية المشهد. لكن في الجابون الأمر يختلف. الحرس الجمهوري في الجابون الذي أعلن توليه للسلطة، سمعنا بأن الجابون قال بأنه سيحترم كل المواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية. إذن الوضع يختلف بشكل كبير في الجابون عنه في النيجر وفي دول أخرى. أعتقد أن ماكرون سيقلل من تواجد الجنود الفرنسيين في الجابون، وقد يتم إعادة هذه القاعدة للجابون والاستمرار في التعاون المشترك والمثمر ما بين فرنسا والجابون. الروس كما تعرفون يستفيدون من الوضع من أجل زيادة حجم تواجدهم في المنطقة. إذن تعتقد جنرال ترانكو أن فرنسا لن يكون لديها مشكلة مثلا في التعامل مع المجلس العسكري حتى لو ظل الأمر مستمرا لسنوات؟ يقولون أنهم سيعلنون عن مرحلة انتقالية. لا ترى أن لدى باريس مشكلة مع الانقلابيين في الجابون كما لديها مشكلة مع الانقلابيين في النيجر؟
نعم، أعتقد أن الوضع سيكون مختلفا بشكل كبير بين النيجر والغابون. الانقلاب بالتأكيد مرفوض وغير مقبول، لكن على الانقلابيين أن يحسموا أمرهم. هل سيقومون بالإعداد لانتخابات عامة في القريب العاجل، أو هل سيبقون على هذه المرحلة الانتقالية لتتحول إلى مرحلة انتقالية مطولة؟ نحن نتحدث عن الغابون، بلد صغير بمدينتين عملاقتين كليبرفيل وجوني، وتحدثت مع الكثير من الغابونيين اليوم. ليس هناك أي مشاكل بما في ذلك الفرنسيون الذين يعيشون هناك، فهم في أمن واستقرار. شكرا جزيلا الجنرال دومينيك ترانكون، القائد السابق للبعثة الفرنسية في الأمم المتحدة.